معلش ما يقول لي الشعر رفض ولا يفضل. معلش ما المفروض انت رفض رفض. الشعر ايه؟ مش عايز كتير والله. مش كده. انا مش كده. بس هو طريقه الشعر رفض ولا يفضل. مساء الخير على الجميع وتحياتي للمصر وللحضور الكريم. كان الاستاذ الشاعر الكبير محمود النساوي كان بيتكلم على الكلمه، وكانت الاستاذه الشاعره الكبيره الاستاذه زينب كان كتب حاجه حبت مراكش تقريبا، فانا طبعا فتح كده، فانا كتبت حاجه كده. طب ممكن نسمع ولا ممكن اقعد عادي؟ انا عارف وسطكم سعيد جدا. يا استاذ حضرتك يعني خلاص الكلام ولا انا؟ والله عادي نص من كلام سكاكين تدبق وحروف بتدهش لحمنا، بنلاقي ناس غاوية تقبح وحاجات تفور دمنا، وناس كمان بقلوب تسبح علشان بتركي ربنا. أصل الحكاية مش بالكلام، دي حاجات تبين أصلنا. ممكن تعيش زي الملاك ولا الملاك مش زينا؟ جرح المشاعر بيسيب آلام وحكاية صعبة مش هينة. بالصورة دي ممكن اللي يجي يوم القيامة يشفع لنا. أو سلبني لسه طرحة أو مبسوط والروح سامحة العيون هتصدقيني. لو كلامي كان غلاوي وللجروح طبيب مداوي ولا شيخ بخور وجاوي بقى قلبك وهجرين. اتسرق صق السعادة واتولد فينا مريض واتوقت فينا مريض، والعقول زادت بلادة والقديم ما فيهوش جديد، والقلوب صرحت جراية للي سايقين العبيد. من زمان مطهريني، الحياة جارت علينا وحلمي جوايا اتسجد، حطمت كل اللي فينا واللي باع أخد التمن، جفف الدمعة في عينينا واحنا بنحاكي الزمن من جراح ضمدين. احنا فاقدين المعاني والطريق رتمه خطاب، ماشيين خطاه ومزحلقة والأرض خارجة والطفال، وعروسة سمرة مزولة بيشد فستانها الشيطان. يبقى لازم تعذريني، يبقى لازم تعذريني.